الفيديو بتاع النهاردة هيبقى فيديو فريد من نوعه، مفيد في معلومته، وده العادي بتاعنا طبعا. لكن عارف ايه اللي مش عادي؟ ان احنا النهاردة هنتكلم على الكلوز او الملابس اللي احنا بنلبسها كل يوم بالانجليش، وانواعها سواء للستات او للرجالة او البيبيز كمان، وازاي تقدر تنطقها كمان بطريقة صح. يلا بينا نبتدي مع بعض. الفيديو هيبقى متقسم كالاتي، احنا هنتكلم الاول على الملابس الخاصة بالرجال، وبعدين الملابس الخاصة بالسيدات، وبعدين الملابس الخاصة بالبيبيز، والحاجات المشتركة برضو هنذكرها. انا في الفيديو دوت هبقى بتكلم على المعاني بتاعة الملابس بالامريكان انجليش عشان في لخبطة شوية احيانا، وعلى قد ما اقدر هوضح بتتقال ازاي بالبريتش انجليش، بس عشان التعليقات انا هبقى مركز على المعاني بالامريكان انجليش. يلا بينا نبتدي مع الملابس الخاصه بالرجال. اولا، اول حاجه معانا في الملابس بتاعت الرجال هي قميص، بالانجليش اسمها شيرت. شيرت مش شيرت، شيرت شيرت شيرت. تاني حاجه معانا واللي احنا بنلبسه كتير في الصيف هو التيشيرت، بنقول عليه بالعربي تيشيرت بس بالانجليش اسمه تي شيرت، يعني زي الاولانيه بس بنحط تي قبلها كده، فبنقول تي شيرت تي شيرت، مش برضو شيرت تي شيرت تي شيرت. عندنا بعد كده ده جاكيت، جاكيت قريب قوي للنطق بالعربي بس لازم تحط الدي كده في الاول خفيفه، ده 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 جاكيت، ده ده جاكيت. ده كمان اللي احنا بنقول عليه بالعربي معطف مثلا او حاجه زي كده اسمه بالانجلش كوت، كو او كوت كوت. عندنا بعد كده كمان البلوفر اللي احنا بنلبسه في الشتاء فوق القميص مثلا اسمه بالامريكان انجلش سويتر، سويتر سويتر سويتر، اوكي. لكن في البريتش انجلش بيقولوا عليه جامبر، جامبر جامبر، او بولوفر اللي احنا بنقولها بالعربي او قريبه ليها بولوفر بولوفر. البنطلون الجينز بقى في الانجلش اسمه جينز، جينز مش جينز، ها جينز جينز، سواء بالانجليزي الامريكاني او بالانجليزي البريطاني. طيب لو البنطلون مش معمول من مادة الجينز بقى، لو مثلا بنطلون قماش او حاجة تانية، بنقول عليه بالامريكان انجلش بانس، خد بالك دي مهمة جدا، وفي البريتش انجلش او الانجليزي البريطاني بنقول عليه تراوزرز تراوزرز. سو لو هو جينز مش هتفرق، بنقول عليه جينز، لكن لو هو معمول مثلا قماش او من مادة تانية بنقول عليه بانس في الامريكان انجلش، وفي البريتش انجلش بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه تراوزرز تراوزرز. طالما بنتكلم برضو عن البنطلونات وكده، البنطلون اللي هو بيبقى معمول من الماده زي اللي بنلبسه في الجيم كده، اللي هو بيبقى بنطلون خفيف كده بيطرقع بيمط كده ماسك على واحد، ده اسمه سويت بانس سويت بانس، وهتطلع الصوره عشان لو مش عارف اوصف. سويت بانس سويت بانس اللي هو بنطلون التريننج، بس الناس بيلبسوه بره عادي. الفانيلا اوكي بالامريكان انجلش اسمها اندر شيرت، اندر شيرت الفانيلا اللي هي الحمالات دي او ايا كان، المهم يعني او بنص كم برضه اسمها اندر شيرت اندر شيرت. لمؤاخذه البوكسر اسمه بالانجلش بوكسر، مش بوكسر ها بوكسر بوكسر عادي يعني نفس الحروف بوكسر. نتكلم بقى عن الملابس اللي لها علاقه بالجنس اللطيف. الله والله العظيم بحب الحاجات دي، اعوذ بالله من غضب. في ايه يا ابني؟ احنا لازم نتجوزك، اهدى يا حبيبي اهدى. مش هتكلم عن الحاجات دي على فكره، مش اللي في دماغك يعني، مش كده خالص. بسم الله من غضب الله. اول حاجه معانا هي الفستان، الفستان اسمه دريس، بس الدي مع الار كده بيعملوا صوت زي الجيم عندنا في اللغه العربيه، فنقول ايه؟ دريس دريس. وفستان الفرح اسمه ويدنج دريس. عندنا كمان بلاوز، البلوزه اسمها بلاوز مش بلوزه او بلوز، بلاوز بلاوز بلاوز. في كمان اللي هي الجيبه اللي بتبقى قصيره شويه دي اسمها سكيرت سكيرت سكيرت. في مش عارف اللي هو حاجه شبه التيشيرت كده بتلبسوها فوق انتوا كبنات او تحت بس في الجزء اللي اسمه توب، المهم اسموش توب، تعالي هات التوب يا بت انا اشتريت توب جنان، مش عارف اسمه توب، اوكي توب. طبعا لا حقيقه في العلم الكلمه دي، عشان بس ايه نتعلمها صح، عشان الكي سايلنت دي اسمها نيكرز مش كنيكرز، نيكرز نيكرز، وطبعا كلنا عارفينه. عندنا كمان المايو عموما اللي بيتلبس في البحر اسمه بالامريكان انجلش باثينج سوت باثينج سوت، وفي البريتش انجلش سويمينج سوت، احنا بنقول عليه مايو باين او حاجه زي كده، اوكي باثينج سوت و
swimming suit. عندنا بقى حاجة تانية كمان ليها علاقة بالستات واللي هو الشراب الطويل دوت اللي ايه تشده يلضم في وشك ده اسمه stocking. stocking بالامريكان انجلش اسمه stocking. stocking. شوية بقى حاجات بتتلبس ما بين الرجالة وما بين الستات وستات عاملة رجالة ورجالة عاملة ستات يعني ايه حاجات مش معرفتش احطها في حتة معينة. ايه اول حاجة معانا الجزمة. الجزمة اسمها شوز دي عادي كلنا عارفينها. لكن سيادتك الكوتشي في الانجليش ما اسموش كوتشي اوكي اسمه ولا شوز برضه عشان في ناس بتقول شوز اسمه سنيكرز في الامريكان انجليش او في الانجليزي البريطاني البريتش انجليش بنقول عليه ترينرز. يبقى عندنا سنيكرز او ترينرز لكن ما تقولش كوتشي تاني دي خالص ما اسمعهاش منك. الشبشب اسمه فليب فلوب. فليب فلوب. الشراب بالامريكان انجليش اسمه سوكس. سوكس. كمان عندنا الصندل. الصندل اسمه ساندل مش صندل. ساندل. 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 في كمان البدلة. البدلة في رجالة وستات بيلبسوا بدل عادي يعني. في الانجليش اسمها سوت مش سويت. سوت او تاكس. تاكس اللي هي جاية من تاكسيدو. تاكس. في فرق بسيط ما بينهم. حاجات بقى من بتاعت البيبيز كده عشان ما نبقاش نسيناهم اوكي. الاول حاجة اللي هي طلعت دي معرفش بالعربي بنقول عليها ايه باين سلابتة او حاجة زي كده. المهم بالانجلش اسمها ايه رامبر. 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 إيه لما بتيجي لما البيبي بيعمل بيبي اوكي وانت كأم بتيجي تلبسيه البامبرز. هو البامبرز ده علامة تجارية حضرتك. هو اسمه يا اما دايبرز بالامريكان انجلش او نابيز في البريطاني. لكن البامبرز ده لا دي العلامة التجارية اوكي. لكن هو اسمه دايبرز او نابي. لكن بامبرز دي شركة مشهورة يعني في شركات تانية كتير. في شركة ام احمد للملابس البيبي. المريالة عموما والمريالة كمان اللي بيلبسها البيبي لما بتيجي تأكلوه اسمها بالانجلش ايبرن. 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 يا ريت تدعمنا بالشير واللايك لان احنا داخلين على 100,000 متابع بسرعه الصاروخ وكله بفضلكم بجد. ثانك يو.